مانيش في هذا الشيء. اما فيما يخص الملاحظات ديالك السي المحرشي، ان شاء الله في 2016 الانتخابات تجي وعالجوا هذا المشكل. شكرا سي الوزير، شكرا. توفي اليوم الأحد الوزير الاستقلالي السابق محمد الوفا عن عمر يناهز 72 سنة. حسب مصادر مطلعة فإن وفاة الوزير السابق جاءت إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان الوفا قد شغل منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومنصب وزير منتدب مكلف بالشؤون العامة والحكامة، وشارك في حكومتي عبد الإله بن كيران الأولى والثانية. أقولك بالله ما عندي قسم فيه 135، لأنه القسم ما يهجش 135. أنا ما يمكنش، أنا سمع قريت هاد الشيء في جريدة، هزيت الطوموبيل ديالي ضربت 3 سوايع ونص باش مشيت لهاد المدرسة، هي اللي جابت لي هاد المشكل، وانت كتعرفي هاد الشيء الأستاذة. ندمت اللي مشيت كاع لهاد المدرسة، مشيت نشوف 135 ولد، لقيت القسم فيه 42، والمراكشيين شاهدين يمشيو لذاك المدرسة وغيلقيوهم 42، ولكن واحد من جمعية الأباء ما عجبوش داك الشيء، كتب في جريدة 135، وهذيك الجريدة قصداني تبقى قصداني 100 عام. شكرا. وإحصائيات ديال اليونسكو أرجوك لا باقيش تكلم عليها، راه تاريخ 2009.